أوكي، أهلا وسهلا فيكم في تمرين اليوم. اليوم راح يكون عن الفات بيرنينج، يمكن الموضوع المفضل لكثير ناس. الفات بيرنينج بدنا نعمل تمارين نمزج فيها بين تمارين الكارديو وبين تمارين القوة. هذا الكومبينيشن اللي هو تمارين كارديو وتمارين قوة بخلي أجسامنا تحرق فات كثير. عشان نحرق الفات لازم نستعمله كمصدر للطاقة، يعني ما بنقدر إنه إحنا نستخدم إشي نحط مرهم، نحط إشي على منطقة معينة نقول إنه بدنا نحرق الفات فيه، هذا كله مش مظبوط. لازم نستخدم الفات كمصدر للطاقة عشان يتم حرقه. طبعاً مصادر الطاقة مش بس الفات، في كاربس وفي فات وفي بروتين، يعني كمية قليلة منه من البروتين، أو ممكن نستخدمه في ظروف خاصة كمصدر للطاقة، لكن هو المصدرين الأساسيين هم الفات والكربوهيدرات. طبعاً التمرين الرياضي بشكل عام هو بيحرق كل أنواع، أو بيستخدم طاقة من كل هاي الأنواع. أول إشي من الكربوهيدرات، بعدين ندخل على مرحلة الدهون. عشان نقدر إحنا ندخل على الفات بيرنينج بالذات، لازم يكون النشاط الرياضي مربوط بالأكسجين. يعني عشان نقدر إنه نحرق الفات لازم يكون وجود الأكسجين ضروري، لازم يكون موجود. كيف بدنا نخلي الأكسجين موجود؟ من خلال التمارين اللي بعمل لكم إياها اللي بتزيد استهلاك الأكسجين. هلا التمارين مش بس بتقوي أجسامنا، كمان بتحرق الفات، فعشان هيك مهم كتير الانتظام فيها. هلا الانتظام هو اللي بيخلي أجسامنا تتكيف ونحرق الفات بطريقة أسرع، لأنه بصير استهلاكنا للأكسجين أكفأ، بصير عندنا قدرة إنه نستخدم الأكسجين وبالتالي نستخدم الفات كمصدر للطاقة ونخلص منه. فمهم جدا الانتظام في التمرين، والتمارين اللي عشدتها عالية بتخلي يعني نوعا ما طبعا نسبيا بتخلي استهلاكنا للأكسجين كمان أكتر. عشان هيك التمارين اللي فيها interval، يعني فيها وقت راحة وقت شغل، هي اللي بتخلينا نحرق فات أسرع، خلينا نقول. أوكي، طيب اليوم بدي أحكي لكم عن أعطيكم التمارين اللي بدنا نعملها. أول تمرين اللي هو سومو سكوات. من اسمه سومو سكوات بدنا نوقف، نفتح رجلينا كثير، نعمل نفس وضع السكوات. طبعاً القدمين بيكونوا مفتوحين، وبدنا ننزل زي كأنه نقعد على كرسي، زي هيك نفس وضع السكوات العادي، لكن في فتحة في الرجلين وبنطلع لفوق. طبعاً الشيست مرفوع والكتاف راجعين لورا، والكور مشدود زي ما قلت لكم، دائما طريقة شد الكور خصوصا لما نوقف. من هنا ننزل وبعدين بنوقف، هي شكل الحركة على الجنب. بدنا ننزل زي كأنه بنقعد عود وبنرفع، بس الفرق الوحيد انه الاجرين مفتوحين. ثاني اكسرسايز بدنا نعمل بوش اب هون. إذا ما قدرتوا تعمل البوش اب العادية، بنقدر إنه ننزل الركب على الأرض ونعمل البوش اب المعدل. أوكي؟ أهم شيء في البوش اب إنه نخلي الشيست نحاول نقربه قد ما نقدر على الأرض. ثالث اكسرسايز بدنا نعمل جامبينج جاكس عادي زي هيك. رابع اكسرسايز بدنا نعمل بلانك جامب إن، زي وضع البلانك العادي هون. شو بدنا نعمل؟ مش بيربي، بدنا نعمل من هون 1 2 1 2 1 2، زي هيك. اهم شيء بدنا نفتح اجرينا كثير، يعني اذا بدنا افرجيكم الاكسرسايز من هون اذا بنفع. يس، بنعمل 1، شوفوا كيف فتحت الاجرين من هون، بعدين بنرجع 2. فتحت الاجرين أكبر من عرض الكتاف. أوكي؟ طيب بعد هاي بنعمل رشن تويست، ننزل على الأرض، نعمل إيدينا زي هيك وبنحاول نتحرك على الجنبين.
اوكي اهم شيء ما نروح يمين ويسار، يعني هون ثابت بس الايدين بتحركوا يمين ويسار. بعد الرشن فرسنا نعمل run in place، نركض في المكان، رفعت الرجلين شوي اعلى شوي مش يعني up، بس بدها تكون ركض في المكان بشكل طبيعي عالي شوي، يعني ما بدنا هيك نكون، لا اعلى شوي. بعدها بدنا ننزل على الارض نعمل تمرين للهيب، من هون نرفع الهيب بس ما بنضرب بالارض، نرفع قبل ما نضرب بالارض. اخر تمرين اللي هو البربيز، هلا بفرجيكم اياه. في له تو تشويسز او مستويين، ادفانسد ومش ادفانسد. الادفانس بدنا ننزل زي كانه بننزل سكوات، ننزل نعمل بوش اب وبنرفع جنب مننط. اللي مش ادفانس ممكن نعمل هيك هون وننط، واذا ما قدرتوا تعملوها تقدروا ترجعوا لورا 1 2 3 4 جمب، 1 2 3 4 جمب، يعني مش سخيرين ثلاثه. اوكي طيب، هدول هم الاكسرسايزز الثمانيه، بدنا نشتغلهم 20 ثانية شغل و10 ثواني ريست. اوكي؟ طيب خلينا نبلش بالورم اب هلا. Thank you.
round one. نعمل three rounds. خدنا بس المية كيف احنا دفعنا الماركت عشان بس. Good. Ready? Round one. Stop. Okay, sorry, technical problem. نسيت اقول لكم انه هذا الاكسرسايز هو مش ادفانس ولا
beginner هو intermediate في الوسط يعني المرحلة اللي بتبلشوا فيها تعملوا تكيف على الاكسرسايز. يا جماعة التكيف على الاكسرسايز من أهم الأشياء اللي بتخلينا نحرق ساعات بكفاءة. ليش؟ لأنه جسمنا بيكون متعود على استهلاك الأكسجين، بدخل الأكسجين بطريقة أكثر، بالتالي بخلي الفات ينحرق بسهولة. لأن زي ما قلت لكم الفات يتم حرقه بوجود الأكسجين، لازم يكون في أكسجين عشان ينحرق. أوكي، في طرق كتير منزيد فيها حرق الدهون. هلا بدي أقول لكم عن تنتين وبس نخلص الراوند 2 بكمل لكم عن الباقي. عشان نزيد حرق الدهون تمارين السيركت الهيت اللي هم هاي انتنسيتي انترفال تريننج، ثبات اللي بعمل لكم اياها، هاي مهم انه تكون روتين بالنسبه لكم، دائما تعملوها بشكل منتظم زي ما حكيت لكم. فهاي من التمارين المهمة لحرق الدهون. في أسباب كتير ما بدي أخوض فيها هلأ يعني من ناحية فسيولوجية، لكن بقولكم إنه هي تستخدم الفات كمصدر للطاقة مش بس أثناء التدريب، برضو لما نخلص التدريب بعد التدريب بضل الحرق مستمر. في كمان طريقة تانية نقدر إنه نتحايل على الجسم، خلينا نحكي فيها، اللي هي تمارين المقاومة resistance. إيش يعني؟ تمارين اللي بتعمل على زيادة المسل ماس. لما نحكي مقاومة نحكي عن وزن خارجي نحمله إحنا عشان نزيد مقاومة الجسم، أو وزن جسمنا نفسه، يعني تمارين وزن الجسم مثلا سكوات بوش أب، كل اللي بنعملها بدون أدوات. تمارين المقاومة في الأدوات هي أي أدوات نحملها زي مثلا دمبلز، باربلز، ممكن مثلا أي طرق ثانية، بطاط، تي آر إكس، كل شيء هذا بيعمل بزيد مقاومة جسمنا فنستخدمه لزيادة المسل ماس. تي آر إكس سوري هو تي آر إكس يعني ممكن إنه نستخدمه كزيادة المقاومة، بس مش بنحمل تي ار اكس، لا هي تي ار اكس بتتعلق في مكان عالي ونستخدم فيها تمارين البادي ويت بطريقة ضد الجاذبية الأرضية، فبالتالي بتزيد المقاومة لما بنعمل الاكسرسايز. اوكي، فزيادة المسل ماس من أهم العوامل المهمة في حرق الفات. ليش؟ لأنه لما يكون عندنا مسل ماس بصير الجسم يحاول يحافظ على هاي المسل ماس، فبزيد الحرق بشكل عام، بزيد حرق السعرات الحرارية عشان يضل الجسم محافظ على الطاقة، خصوصا لما الواحد بيشتغل أي اكسرسايز أو بيروح على الجيم أو بتدرب بشكل منتظم، عشان يحافظ على هاي المسل هو بيحرق بالتالي أكثر سعرات حرارية. كمان الاكسرسايز تبع المقاومة بحرق فات بعد التمرين، خصوصا إذا كان شديد يعني انتنسيتي عالية، بحرق بعد التمرين لحد حتى 48 ساعة بضل الجسم يحرق الفات بعد الاكسرسايز. اوكي، طيب نروح هلا على الراوند 2، نفس التمارين نبلش فيها. ريدي؟ ليتس جو. Go.
jumping jacks. Yo. عشان يقدر يحب فات أكثر. طبعاً في كمان قاعدة مهمة كثير، إنه كل ما الواحد أخذ سعرات حرارية بده يحرقها. فإذا أخذت أو أخذتي سعرات حرارية زيادة عن حاجتك أو ما حرقتي كفاية، فبالتالي راح يتحول الزايد أو الفائض منها لفات بتخزن في المناطق اللي معتادين عليها، اللي في البطن، الداف أو الدين، خاد، يعني حسب كل شخص. عشان هيك قاعدة الكالوريز هاي مهمة، يعني الكالوريز اللي بتاخدها ضروري تخسرها. كيف بتخسرها؟ بالرياضة. بس هون الموضوع، موضوع إنه عشان نخسر فات، مش بس أنا بدي أحط على الساعة تبعتي أو على التريدميل إنه هيني هلا حرقت 600 كالوري، إذا خلص بقدر أنا أروح أعوض ال 600 كالوري هدول، باكل إيش ما بدي، خلص ما أنا حرقت 600 كالوري. مش هيك المعادلة. الموضوع شوي أعقد من هذا الشيء اللي دائما الناس تحكي فيه، ما أنا حرقت كالوري، دائما بحكولي هيك. الموضوع هو عمليات معقدة من
حرق الكربوهيدرات بتدخل بعدين عليها حرق الدهون. فموضوع الكالوريز مهم لكن ما بده يصير ببساطة نتعامل إنه إحنا بنحرق الكالوريز أثناء مثلاً المشي أو أثناء بس نمشي يعني بشدة منخفضة. لما إحنا يعني نمشي بشدة منخفضة إحنا فعلياً ما بنحرق كالوريز كثير. الأصل بالحرق الكالوريز أو بالذات حرق الدهون لما بنعمل إكسرسايز شوي بصير الواحد breathless. إيش يعني؟ يعني بصير ما يقدر يحكي بسهولة لما يعمل إكسرسايز. أثناء الإكسرسايز ما يقدر يحكي ويتحدث بسهولة. فكتير مهم إنه لما بتعمل إكسرسايز تكون out of breath شوي، نفسك ضيق، عم تنفس بسرعة، قلبك عم بنطب، عشان تعرف إنه أنت عم تحرق سعرات كتير. يعني لو قلت لكم إنه نعمل نص ساعة مشي ونص ساعة جوجين أو ركض، خلينا نحكي نص جوجين خفيف، نص ساعة نص ساعة. طب نص ساعة المشي تحرق كالوريز زي ما بتحرق الجوجين نص ساعة؟ أكيد لا، شدة الجوجين أعلى أو الرانينج أعلى، فبالتالي بنحرق سعرات. ما بحكي بس عن الفات، بحكي عن الكاربز والفات، بس الفات بنحرق كمان على شدة عالية، مو بس على، مش بس الاعتقاد السائد هذا إنه شدة منخفضة لازم أضلني في الفات بيرنينج زون، أضلني أمشي لساعتين، فإذا أنا بحرق الفات. هذا اعتقاد يعني ممكن نحكي شوي تقليدي أو قديم، لكن الفات بنحرق كمان لما بنعمل تمارين السيركت والهيت والتباتا اللي فيها رفع للبلس تنزيل للبلس، فإحنا بناخذ الأفريج وبالتالي بنحرق الفات بطريقة أسرع وأكثر كمان، بزيد استهلاك الأكسجين لنا، بدخل جسمنا الأكسجين بسرعة وبالتالي بقدر يحرق الفات الموجود. أوكي، في طريقة أخيرة بدي أقول لكم إياها، إنه نتحرك أكثر، يعني ما نضلنا قاعدين، نصف سياراتنا بعيد، ما نطلع المصعد، نطلع على الدرج، نحاول إنه إحنا نعمل أي نشاط بهمة، منضلنا مثلاً شادين الكور، عادي بتعمل أي شغل معين، لو بتعمل شو مكان، قاعد على الكرسي حاول ارفع ظهرك شد الكور، كله هذا يعني مهم، ومهم عشان الواحد يضل نشيط ويضل محافظ على القوام الجيد تبعه. أوكي؟ طبعاً بديش أحكي عن التغذية، شيء أساسي جداً مع الأكسرسايز عشان نحمي الخط. أوكي، والمي كتير مهم من الهايدريشن لأنه كمان بسرع عملية حرق الفات. أوكي، خلينا نعمل الجولة الثالثة والأخيرة، إن شاء الله إنه تكونوا استفدتوا اليوم. Go. Thank you.
يعطيكم ألف عافية. أبدعتم وإن شاء الله أن تكونوا استفدتوا من تدريب اليوم وحافظتوا على كل الرياضة اللي عملناها قبل. يعني إحنا عم نتدرج مرات بطريقة جيدة بتساعدكم إنكم تضلكم محافظين على لايف ستايل، وهو المهم عشان الواحد يكون عنده كفاءة في جسمه في الحرق الفات، وكمان لكفاءة في عمل الجسم إنه يزيد المصل الباس عنده. فإن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا. نلتقي معكم الأسبوع الجاي، إذا في أي إشي حابين إنه تدربوا عليه أو أي أسئلة بليز تابعوا التسجيل، تقدروا تبعتوا أي سؤال تخطر ببالكم. شكراً كثير، مع السلامة. Thank you.
شكرا.